بتمنى أقراها بس بخاف إنه تطلع بالأرمنة. إني لا أريد هذا الإسلام بل أريد ذلك. الكويتي الأخباري صلاح الهاشم كتب الدكتور طارق عبد الحميد من واشنطن. ريتها كتير بالبيت تعرف اقراها هون وما تطلع بالأرمنة هاي رينوفك خوسينك. بس كتير حلو اللي عم بيقولوا. قالوا لي هل تريد أن يكون الإسلام مصدرا من مصادر التشريع؟ فقلت لهم نعم، ولكني أريد ذلك الإسلام الذي أعطى للإنسان حرية الفكر واختيار العقيدة. فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قرآن كريم 18-29. قلت لهم إني أريد إسلاما لا يكره أحدا على أداء شعائره، كما قال القرآن الكريم لا إكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغي. أريد إسلاما يقيم الناس بالمحبة التي في قلوبهم، وليت ذلك الإسلام الذي يقيمهم بما يلبسون. فالله تعالى قال في كتابه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال تعالى بيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يقل ويطعمون المسكين المسلم أو اليتيم المسلم أو الأسير. كتير حلو اللي قالون، يعني هيدا توحيد، هيدا علم وفهم سيدنا إبراهيم. كلنا ملة إبراهيم، كلنا من آدم وحواء، كلنا من روح الله، كلنا عيال الله. والحمد لله قالوا لي بلشوا بلبنان، حتى شباب بدهم يروحوا ينتخبوا، إذا في هيك انتخاب رح روح. أنا ما انتخبت مرة بحياتي بس، ولا هون ولا برا. بس انتخاب بتحط ورقة بيضاء، رح روح حط ورقة بيضاء. إذا حطيت ورقة وكتبت لهم كلوا درك لكم كذا كذا فيكم، قال ما بيعود يحسبوها. إن شاء الله ما يعود عنا هيدا مسلم هيدا سني هيدا أرثوذكسي هيدا شيعي. إن شاء الله ما يكون عنا بتزيدوا معاشات هودي. احترامي للحرامة والمدارس بتتسكر، الأساتذة ما عم تقبض. يعني شو اللي وصلنا لهالانحطاط بسببنا؟ كل واحد يقول أنا السائل وأنا المسؤول. كون أنت التغيير، كون أنت الضمير. عشان هيك سمحوني أنا ما بقرأ جرايد ولا بحضر أخبار، ما بنزل عن جارتي عندنا يفقس هيك تبعتولي كل شيء نيجاتيف بكبه، ما بدي سلبيات. كل برامجكم هالمنحطة على هالمحطات العربية كلها بكل أمة العرب، ما في غير هالحضرة. بس كل واحد منكم عنده حضرة وكلكم أقوى مني. على القليل بتعرفوا تقروا عربي. أنا ما بفهم العربي إلا اللي بيحكيها السيد حسن نصر الله. حسن نصر الله كأنه عم يحكي أرمني، كأنه خلقان معنا وعايش معنا. لأنه بتقولوا لي العربي اللي بيحكيها هينة، إيه بفهم. كل الأرمن نفهم عليه، بيحكي لغة بسيطة. نحن بالجامعة أنا درست بالأيوبية وهيكم، كنا نقعد الأرمن نحكي بالأرمني شو كتبنا إنشا بالأرمني، نحكي إنش كريتسير يس أسيقا كريتسي أسيقا شو كل خير. بعدين صرنا جيل من بعدي والأحفاد لا بيحكوا خمس لغات الأرمن، مضطرين نحكي تركي لأن جدي وستي بيحكوا تركي، وأمي تعلمت التركي تتحكي معها بتعمها بتحميها. فإذاً كل واحد منا هلا يكون يعرف لغتي، اللغة العربية لأنه هي لغة شعر، هيدي كلنا العرب يعني لغة شعر. واللغة الثانية لغة الدينار والدرهم والدولار اللي هي الأنكليزي. فإذاً بتتواصل بالعالم، وأكيد بدنا نعرف في هالتكنولوجيا. بس ما بخلي الإنترنت تتحكم فيني. بتتعجبوا مريم ساعة 3-4-5 بعد الصلاة وين مكان ساعة بتجاوبي؟ بجاوب ايه، بس ايميلات شنجر فينجر تنجر بينجر ما بجاوب، كبن هو كلهم. هلا رح اتعلم كيف اعمل بلوك رد لكم اياه. ولكن نحن بحاجه انه نكون هيك عنا بيت الحياه. نحن بلبنان هون بنهتم، انا باخذ على هالمسؤوليه، عشت معهم من الطفل يلي هو طفل أو جنين مشوه ما في قتل نستقبله، وأهلا وسهلا والله اللي بيقرر.
قدر القادر وما قدر. أصعب شيء لحد 7 سنين، من 7 لل14 كمان حدا تاني، من 14 لل21. وبعدين يكون في مركز إلون إلنا كلنا، ما منسميه هيك، للختيارية مأوى، ما بدي مأوى، بدنا نعمل بيت من أي طائفة بتكونوا يعني. وأقل شيء بيدفعوا $5,000 بالشهر. في كتير ناس بحب تجي على لبنان، لأنه بلد لبنان مثل أمريكا، 5 فصول. أي مركز اللي بيدفع هو 5,000 بالشهر، بتاخد أنت مقابيله الناس ما يقدروا يدفعوا. هيك بيكون الغني عم بيغتني أكتر، والفقير عم بيغتني لأنه عم بيعيش غني، عنده العناية وعنده الاحترام، لأنه هيدا منين اغتنى؟ لأنه فقر. هيدا منين جبت أول مليون؟ ما بقول لك، بس تاني مليون إجا من أول مليون، بس أول مليون إجا ملعون. هلأ ما بقى في مليون، في مليار. هلأ بيخطفوا بالليل وبالنهار، بس فعلي كذا مليون مهضومين. واحد وقفني قال لي بدك إيه؟ بقتله بدك إيه؟ هم بسرقون، بس نحنا كلنا هم بالأشرفية بنعرف إنه منحبك. قلت له يا خي جزاني بيبقى فيه شوية أو كم قرش شوية بس. نحنا جميعا عم بتزيد حول العالم اسمه تراست، ما بتنام عندك أكل ولا تياب، صرمية وحدة برا وبدلتين. هيدي عشتها بالجامعات، عم نجرب نعيشها هون. إذا صار عندنا هالجماعة ما منعيش أبدا معنا ميل ولا شيء، بتشت الدنيا بنطلع الحشيش وبناكل، لأنه الميل منه عاطل، العقل عقل وتوكل، ما عم نعرف نتصرف بالميل حتى نقدر نكون صادقين ونقول أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم بس على بيتي مريم، مر ويم ونور، وما في شي بقى مجانا وببلاش، ما جايين تاكلوا، ما جايين تاخذوا غراض، ما جايين ابدا. خبرتكم يعني كنا شي 40 شخص بالبيت، ووزعت للكل مواد فيها شفاء وقوه، قلت حطوا صدقه. بعدين بس راح قلت معقوله؟ قالت لي وحده انا حطيت. بعدين سالتهم يلي حطوا سرقوا، في حراميه معنا بالبيت، ما بدي شك بفلاني أو فلان أو فلان، مع أنه أكيد يصير، بس إذا ما بدي يكون مع هالحرامية، مع هالكذابين، مع هيك، مع مين بدي يكون؟ تتذكروا الشيخ يلي قالوا له هيدا حرامي كذاب ومنافق، يعني حطوا معنا بالجماعة؟ قالوا إذا ما بدي يكون معه، مع مين بدي يكون؟ ما هو جاي تيعلمني. سمعه توضى بدموعه، وكان هو المرشد من بعد المرشد. عشان هيك أنا كم شخص قلت لهم تجوا وحدكم لعندي، لا بقى تجوا يكون في جماعة. في وحدة منهم مرافقة 3 شياطين، 3 بيعيشوا معها. فيكن تشيلوهم؟ نعم، ببيوتنا كلنا، بس يكونوا بددون هون. أوين بسألوا أنا؟ ما في حبق على كل بيت؟ عافاكم. أحو ابنه ما طلع على التلج لعندك على كفر زبيان 4 سنين 5 سنين، طلع وتزلط وقعد على التلج. هي العلم عند بيريفيري ايفانوف، هالصبي عنده اياه بيرسم، وبقول له لبيه ما راح تصدقني، بس انا اللي عم برسمهم شايفهم. ولد صغير هو اشطر من المدرسه، نحن الحمير بناخذه على المدرسه، امه بتعلم بالمدرسه بتاخذه معه، هو اشطر منهم. في ولاد انديغوز بسموها، عم تجي من كواكب ثانيه. هذا اللي عمره 15 سنه مثل ابنه لرفيق، ب3 قروش بشفيك من اي مرض. هو 3 قروش هيك بسميه 3 سنت كانسر مان. عملوا له حمايه، بس انا قلت له حمايتك بامه شرق وغرب منا مقبوله، نعمل حمايه لهالعلماء بلبنان، بالاردن، بسوريا، باليمن، باي بلد عربي يرتفع فيه الاذان ودق الجرس. اخوري بس يربع الجرس عم بيربع جسمك كله، كله مربع، واليوتانيسيا مربعة. هيدا the right of the eight. اسمعوا له لهالأطفال عم بيحكوا، يعني أول سنتين ما بيحكي ما بيفهم. طلعوا بعينيه، إن لم تعودوا كالأطفال بيقول المسيح لن تدخلوا ملكوت الله. الطفل ما بيعرف صح وغلط،
ما بيعرف بيو زعلانه وامه زعلانه، بكون عم يرضع بيفوت بيو بفلت الحلمه بصير يطلع فيها نينينه. مش بدك فيه من وين الرجال؟ انا هلا انت معي، في تناغم بينك وبينه. هيدا بيقول شبعان من حليب امه، هلا ما بقى في ام وما في صدر وما في حليب، ما فيني خبركم شو الاشياء عم تنحط بهالمواد كلها، وما فيني اقراها ولا حيي معي. هون من اشهر الاطباء اجتمعوا وحكوا عن السكر، قلت له يا خيي هيدي بالاسلام قال محمد خلص بدون اي لقب، من منكم محمد؟ قال لي الاسلام بيقول هيك، قلت له ايه؟ سأل اي مسلم؟ نجينا من الابيضين. بس وقف السكر عم بيموت، تعجبوا الاطباء قالوا كيف عملت هيك؟ قال من حسيتها عندك دين او هيك؟ قال لهم لا انا فلاح، الدين المعامله، الدين الاخلاق، الدين انك تعرف انك ما بتعرف، من عرف نفسه عرف ربه. في نعم اله رب الله وياهو. كانوا عنا بالضيعه بيقول لي رفي، كانت الام تروح تسلي تجيب سليق، بكل موسم في إلها سليق تسلي وتعمل أكل فيه ناي كمان جملات، ما شايف النار. والبي يروح الصبح يكون مش آكل ويروح ينكوش يعمل هيك، هاي اللي عم بيعلموها هلا اسمها دايناميك ميديتيشن، هي التأمل. مش رح نقعد مع الجورو بعدين ياخذ ابنك ويغتصبه قدامك ويغتصب لك بنتك ويغتصب هيك ويغتصب هيك وانت مبسوط ومرتاح، وانتو لا تخلفوا تتكونوا عبيد ويحطوا شمع ويعبدوا للجورو. هيدا هان لحوب لبنان. من آمن بمحمد محمد مات، من آمن بالله الله حي. وسيدنا أبو بكر قال إذا بخبركم اللي بعرفه تقطعوا لي راسي. كيف عاشوا الخلفاء؟ كان يا أمير المؤمنين، هلأ يا أمير وسيد المنافقين والكذابين والحرامية والنصوص. بس إذا ما كبرت ما بتصغر. اللهم عجل بالدمار الشامل، دمار الجهل مش دمار العقل. اعقل وتوكل، بده يصير في دمار من الأرض، بدها خلص تعبت. فإذا مثل ما عمل ماركوس هلا بتجربوا يقتلوا، قال لهم تقتلوني بتاخذوا جسمي. نزل الكتاب 12 12 12، رحوا على الموقع فوتوا على بيت الله كله موجود. بس بدنا نقرا، ما تفتش على المفقود بروح الموجود. هلا الان هو الزمان والمكان، ناو اور نيفر. مش كلمات تبعتوا لي اياها، انا ما بفتح الباب عندي اذا بدك، يا بدك تبعت ايميل يا بالتلفن تاخذ موعد او شيء هيك. دق الباب، قلت شو يعني؟ كان بالنهار ماني خايفه، فتحت. شاب كثير مرتب، انا طارق. قلت له ليش طرق الباب؟ شو بدك؟ قال لي الله بعتني لعندي. قلت له سلم لي على الله تبعك. طوشت الباب، الله بعته لعندي. اسمعيني، قال لي الله بعتني لعندي، بدي اقول لك شيء. ما حدا يعطيني شو لازم البس او شو لازم احكي او تبعتوا لي كتب، بكبهم كلهم ما بدي اياهم. عندي الكتاب ما بقرا غيره. هلا في كتاب اقوى من كل هالكتب، بلب القلب. الوحيد اللي بامه العرب انا بحط القاعده هون وفتحت امي، بجيب هيك وراء وصور تفرجيكم بس نتسلى. هالصوره هيدا، هيدا نحن عايشين بامه العرب. هيدا صاحب الشركه بسموه ذا بوس، بيجي ساعه اللي بده على الشغل، بس يجي هو بيجي مأخر. لين تأخرت هو مؤخر، معنا شيء مؤخرة تبعه مهمة، هو بيعملها اللي تحته بالسياسيين، والسياسيين بيعملوها كلها بوسائل الإعلام، ووسائل الإعلام كلها بتكب على مين؟ على المواطن، والمواطن بينظف الصحون. مين القوة فوق؟ أمريكا الحاكمة، إسرائيل العاصمة، أمة العرب بتكنس وبتمسح وبتنظف الصحون وبتجلي. كون بالتجلي مش بالتخلي، كون خليفة مش تخلف. بس بسببنا انت تبدأ، من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر لك الخير. هاي حضرة، ما تقولوا شو عم تحكي مريم،
الحمد لله صرتوا تعرفوا ليش بدي اغير ثيابي مثلا ما انا موصيه شو بدك تلبسي ولو اعملي ميك اب ما بسترجع لكم مين اللي بيقول لي هيك قلت لها انت عندك هالميك اب وعندك كلها وش عملتي افتحي تلفزيون باسمك وما بدنا شيء مني مو انت ما بتحطي مصاري بس بياخذوا اسمك والناس ما فينا نعمل محطه بما فيها انحطاط كلكم بدكم تستعملونا بس هيك بتاكلوا هيك بتلبسوا هيك بتطرطي بالصدميه هيك بتعملي بشعرك هيك بتعملي هيك بتعملي هيك في مطرح على اساسين واحد قال لي بروح بقرا هوني قلت له بدخنوا قال لي لا رحت شفت المطرح طبعا لابسين كلهم هيك اسود وي سبيك انجلش اند ارابيك يس وي سبيك انجلش اند ارابيك طلعت عطفه في موسيقى قلت لهم بتشيلوا هالموسيقى قال ايه شيل الموسيقى تحت جيبوا لي شيء باكل عندكم ما في عين خمسة دقايق رجعوا حطوا موسيقى تركت الاكلات ما دقرتوا ولا شربت الشاي نزلت وحطيت مبلغ مرتب وحطيت لهم ورقه يقروا كتبتها هونيك قالوا لا خليك تضيفي انت اليوم علينا هيك لطفا خلص عيطوا لي ما رديت كلكم بالمطاعم كلها شيلوا هالموسيقى بالملاهي شو هي اللي عم تعملوه بالداون تاون وين رايحين؟ حضروا فيلم فلات لاينر كلكم بتوقفوا هالكذبة اللي عم تعملوها بشخير الموت بدكم تدفعوها تو ليت هونيك ما حدا بيخلصكم ابدا هون رحمة الله ما بدي احطك بأمة محمد وأمة المسيح وأمة ابراهيم مثل ما زرعتوا بتحصد كلنا هيك كل واحد منا قالوا لي هاي ما فيك تحطيها على التلفزيون بدكم تمنعوني ما حطها لا بأي حق ولا كيف تتحكموا بالناس كانوا حاطين بس امرأة مع طفل هاي الثلاثية بكل رجل وبكل امرأة يلي حاملة الطفلة هلأ الرجال أو المرأة بهيدا كيس حمريه على إيدك ما بقى في شي طبيعي بركي إيدك شوي طبيعية ارجعوا إلى الحضارة اللي عمرها 200-300 سنة لورا أشطف كتير أكثر من هالزوم اللي عم بتشوفوه هلأ كل شيء اصطناعي خصوصي بالإمارات يا عار العالم ما في هواء ما في مي ما في تياب ما في دواء ما في كله اصطناعي تعمروا جزيرة بعد ما عملنا هيك أعلى برج رح يكون ببلد السعودية أملي فيك يا وليد بن طلاق طل علينا مثل بيك ومثل جدك ولو كم محطة عندك كلهم من حطين شي وحدة من طين شو عم نعمل بكل هالأموال كلهم شو وقت ياخذهم معك لهيدا الرجال اللي قال لها مرته اسمعي لي بس موت بتحطي لي كل مصرياتي معي بالتابوت فهمتي؟ قلت له تكرم فتحت التابوت مضيت تشيك حطته قال له شو عملتي؟ قلت له خليه يصرفه هونيك موقع جديد رح يكون قريبا اسمه بريث نفس ان بريد نفس وخبز خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو نفسي فلسوا نفس عم بيعملوا شاب من طرابلس ان شاء الله نزير يلي بلش يعمل شيء هيك حلو فري هاج ما مشي الحال فري هاج بحط له على صدره وهيك بس هلا ان شاء الله عم بيتعلموا موسيقى ويحطوا فرح بالشارع بين الناس وكله موجودين برا بتشوفوه بس نحن بدنا نحاكي الناس على قدر عقولهم وبلغته البلد اللي بتوصل لها كل من بصلة فينا نعيش على مي وتمر بس مي وخبز فينا نعيش بلا مي وبلا هواء مثل جسمه هي تتنفس النفس يلي موجود بالهواء the prana بس عدوا تقروا ولا بتضلوا مثل هالمساطيل بيسألوني سؤالات
ولو بتعرفيني عشي مرة من هو تبع الكواكب. خليها لألكن هالسخافة، ما عندي وقت رد عليكم ضيع وقت. شوفوا هالصورة، مام تولد مي نوت تو تاتش ات. قالت لا ما تداري هيدا، حسنا بعد شوي بيجوا الناس ومنعيد هابي باردي باردي هابي بيردي هابي سخنه. الاولاد عندهم هن لغه لالو، قالت له ما تداري ما دقرته بايدها كتشته. فهموا لغتهم لهالاطفال، ما في لزوم يروحوا على المدرسه يعملوا هوم سكولينج بامه العرب. بس مين اللي بده يعملها؟ بدي ام وبدي اب او عم، ما كان من عمتي يا امي، انتي وانكل، عمتي وعمي. الام بتلم والعم بعم، ما كان في مرتي، كان في بنت عمي وابن عمي. عشان هيك اليوم بدنا نقول وداعا دخيلكن ايها الجهل، والإنسان عدو ما يجهل، كاتم عن الحق شيطان أخرس. وجها لوجه بتقلا بوجه إنه ما صدقت أم بتشغل ولادها ثلاثة معاقين، ليش خلفتيهم معاقين؟ اسألي حالك، خلقة كاملة نعمة زايدة، قاعدة على التلفزيون كل الوقت تحضري حمير السلطان وهالبرامج. أكيد هالطفل عم بيقول حبيني حبيني، قالت له ماما ما عندك ساعة تحبيني فيها. عم تجي ولادنا مشوهة، 62% من أطفال الأم العربية. معقولة شو مستقبلنا؟ أطفال اليوم مستقبل الغد. المهم نبعتهم على المدرسة معهم شهادات، أي شهادة بدي أشهد وبس. هالعلم موجود بكتاب اسمه ستوب، بيكونوا عم بيرقصوا وعم بيغنوا وبيبقى موجود المرشد، وهالمرشد مستنير يعني ما معه كتاب، هو كتاب الله المقروء والمنظور الحي مع الحي، الحي القيوم، تانترا باللغة الهندوسية انشهرت هالكلمة. بيكون نحن عم نرقص، هيدا عم بيغني، هيدا عم يعمل هيك، هو بيشوف الوقت المناسب بيقول ستوب. ما تنفست، فيني اقعد ساعات، بس بهالوقت انت اشهده. وقعت ايدك اشهده، وقعت اجرك اشهده. في ناس بقيوا اشهر، هاي بتدرس اسمها مدرسه زرادشت، مشان هيك توصل الى الصراط المستقيم. 90 99 95% بيموتوا على الصراط المستقيم. نو ماي، ما في فكر بقى، في ذكر، أهل الذكر أهل الصفا. وقت بتوصل هيك ستوب، نحن كنا نقول لأولادنا طع نفسه لا، بدون ما نفهم، يمكن بتضيع بعد بقلوها طع نفس قلت لها جمال، بس ما نفهم العلم. ساعتها الفكر the mind بيروح منه موجود. يعني وقت تطلع بالسما في غيوم، بس ما تبلش تتفرج عليهم، اتركهم، بتروح لغيوم. انت بتشوف النجوم، شوف النجم اللي فيك. كيف عرفوا المسيح بالمغارة؟ لحقوا النجمة، فاتوا على المغارة، هاي رموز جوا المغارة. من وقت لوقت اعملوا هالستوب، كونوا وحدكم بالبيت، اعملها دقيقة اثنين ثلاثة. وقت اللي عم بتفوتوا هيدا الشكر هلا لبيك عبد الله بن الحسين الهاشمي، بيك عرف بهالعلم وقت كان بالمستشفى وقال لهم بدي امنعها من كل مطارات العالم العربي، قالوا له لا
فيك تعملها بمطارك انت، بس بالأم العربية لا. وشو هو؟ بس توصلوا مطرح على المطار بدكم تفوتوا، يعني يكون فحص هيك تتقطع. نعم الباسبور هذا هيك ضلك بتحكي بس ما تتنفس، ما بتاخد هالطاقات السلبية كلها. طيب مرضوك فيها من هون ومن هون ومكنات ومدري شو هيك، وبعدين حاملين بإيدهم حتى بالمول معهم هاي المكنة. يا خي الكلب أحلى، خليش من الكلب. تتذكروا مرة كان رئيس جمهورية عنا يمكن سليمان فرنجية جدك يا سليمان، راح على أمريكا رجع دغري قال له الكلب بده يقعد يشمني إذا معي سلاح ولا معي شيء رجع. هيدا احتقار يا خي، بس الكلب أحلى من مجلس النواب والدواب والدب أحلى. شو عم بيعمل مجلس النواب؟ بس شو عم بيعملوا؟ كيف كل واحد بيضرب الثاني وهذا بيشرب المي وهذا بيشد هيك، مين بده يسرق أكثر وأكثر؟ مين بده يسرق هيك؟ مين بده يسرق هيك؟ كلنا مسؤولين. ما فيني إلكم يعني إن شاء الله بلاقيها، إنه شو الفرق؟ مين اللي حط هالعلوم كلها؟ مين اللي قال مين في فرق بال من هو السياسي؟ من هو الأستاذ؟ من هو الوزير؟ من هو المحامي؟ من هو الحرامي؟ كلهم. مين السبب؟ نحن نجتمع هالوزير مع هالوزير، هالوزير مع النايب وهالرئيس وهالكذا، حول قالب الجاتو، كل واحد بياخذ قطعه بيفتكر انا اخذت اكبر قطعه. بيفوتوا مختلفين بيطلعوا متفقين على الاختلاف اللي عملوه. والحقيقه مشان هيك الرجال عنده ادمز ابل، ما فيك تقولها. ممنوع الحق لا يقال. في أول شيء 99 اسم وفعل وصفة، الحق بس يغلط 100 ما بتنقال، ما حد بيقدر يقولها. تاغور بكي هو عم بيموت قال لهم في شيء بدي أقوله، ولو تركت ألوف من الأشعار والكتب، قال لهم بس هيديك اللي بدي أقولها ما بتنقال، ما عم لقي لها الكلمة، ما عم لقي لها الكلمة. هالكلمة اللي ما بتنقال لحية بهالطفل عم بيقولها. من المنتج إلى المستهلك يا حبيبي أنت.